Muhammad, when we sleep, when we shukr Allah, what we say Allahumma msabi? Allahumma msabi min nimatin wa bi'atin min khayrika wa minka fadaka wa shadika laka wa kalamu wa laka shukr. And Ayatul Kursi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العليم. And what do we read when we put our hands down the head? What we say? Tell me. اللهم. اللهم أنت. اللهم بسمك. اللهم بسمك موت وحياة. This is go to sleep. Yes. And we say السلام عليكم. Say. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And then what we read? لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Very nice, very good, ما شاء الله.